منتابع حلقتنا وبيصيرنا نرحب بضيفنا لليوم انياس معوض، محافظ سابق لانديه روتاري. اهلا وسهلا فيك. اهلا. خلينا نقول محافظ سابق بس ما زلت عضو فعال بالروتاري ونشاطات كثيره، وش اكيد لانه في عندي كان استغراب وتوضيح حول التيتر، بقى تنوضح للناس. نحن اساسا كل تايتل بالروتاري هو لسنه واحده بس بيرجع الشخص بكفي شغله بالنادي كعضو بالنادي عامل، يعني اساسا رئيس النادي بيرجع عضو، كله عنا سنوي، ما في عنا شيء تجديد ولا تمديد. ما بقول لك ما في تمديد. نحن اليوم عم نستضيف حضرتك كرمال نحكي عن اخر نشاطات الروتاري، ومنا مشروع مع جمعيه صوله المراه اللبنانيه يلي تعنى بحقوق المراه المحرومه. كيف صار التعاون؟ صار التعاون، عرضوا علينا مشروع، لهن عندهم مركزين اساسا بلبنان، عندهم مركز بالفنار ومركز بالشياح. عرضوا علينا تجهيز المركز، نحن عادة بنشتغل خدمات أكثر ما بنشتغل يعني نشاطات. نشاطات، فإذا نحن عرضوا علينا أنه نجهز هالمركز، جهزناه بآلة لتخطيط القلب، جهزناه لنيه بمعدات لطب الأسنان، وجهزناه لنيه بمعدات يقدروا يعملوا شوية رياضة صباحية وقصص للسيدات المحرومات. يعني إيش تعنى بالصحة إذا بدنا نقول محرومة من حقوقها الطبية؟ أيوة. هي لا مش محروم، هي هني كجمعية نحن ما لنا دخل فيهن، هني جمعية موجودة بلبنان، جمعية خيرية بتساعد نشاطات المرأة. هلا نحن انعرض علينا هالمشروع، حبينا نساعد من هالمشروع اللي هو بيختص بالطبي، لأنه نحن بالروتري أساسا بنفضل دايما كل نشاطاتنا يا أما تكون education يعني شيء تعليمي صافي، يا أما شيء إنساني. بهالموضوع هذا بيوقع بالخط الإنساني اللي هو من ضمن خطوطنا غير المرأة. نعم. فإذا استلمتوا مركزين للجمعية؟ لا، اشتغلنا على مركز واحد، مركز الفنار واحد. اللي هو جهزناه، وعبكرة حيكون الساعة الصبح تسليم المعدات. هذا المشروع أساسا نحن بالروتر تاين عمل مشروع لازم يكون في تعاون دولي، يعني يكون لبنان يكون في دولة تانية والروتري الدولي بيشتغل معنا، الدولة التانية اللي حبت تساعد معنا، الأندية التانية اللي هني من دولة البحرين، وهون متوجه لهم بالشكر لأنه حقيقة حبوا يساعدوا بهالمشروع، لأنه إذا ما في دولتين الروتري ما بيساعد، يهمنا نحن التفاهم الدولي. نعم. فأندية البحرين، نادي السلمانية بالبحرين لما عرف بهالمشروع حب يساعد معنا، هو دفع مبلغ، نحن دفعنا مبلغ، والروتري الدولي دفع مبلغ حتى يتنفذ المشروع، بكره حيكون تسليمه. استاذ انياس، بفهم منك انه اذا جمعيه معينه بتتصل فيكم وبتعرض عليكم مشروع، انتم بتاخذوا هالمشروع بتدرسوه ويعني بتنفذوه اذا كان ممكن يتنفذ، مش يعني انتم بتبحثوا عن الجمعيات اللي انتم بدكم تنسقوا معها؟ لا، نحن ما بيهمنا نبحث عن الجمعيات، نحن بالعكس بنتمنى، يعني انا بعرض عليك اخر مشروع صار معنا وهو بتصور من اكبر المشاريع اللي حبيناه كلنا، عملنا مشروع مع جمعيه الماراثون بيروت. جمعية ماراثون بيروت عرضوا علينا انه هالاشخاص اللي عم بتشارك بالماراثون الهانديكابت مش عم بيقدروا انه يكملوا على العالم، لانه الويلتشرز عم يشتغلوا عليها مش متقدمة انهم يقدروا عليها. عملنا كان مشروعنا السنة نحن معا برعاية السيدة مي الخليل، اكيد عملنا مشروع انه قدمنا لكل الاشخاص، السبع اشخاص اللي طلعوا الاوائل بالماراثون كاشخاص ذوي حاجات خاصة، قدمنا لهم كلهم، كل واحد منهم ويلتشير مختصا، عملت خصي له، يعني ما لي عن احكي بس مش للمبلغ، بس الكرسي بتكلف مال كثير حتى تنعمل. صحيح. وقدرنا قدمناه من حوالي الشهر، هالمشروع كان اخذ الامباكت الكبير. نعم. طيب المشروع اللي صار مع جمعيه صوت المراه اللبنانيه قلت لي باي منطقه؟ بالفنار. بالفنار، زرتوا المركز؟ عبكرة التسليم، نحن كلنا حنكون موجودين. بس قبل زرتوا المركز لتعرفوا هو بشو، أكيد هو شو ناقصه، لشو بحاجة؟ نحن أساسا بينعرض علينا المشروع، بينعرض دراسي لإله، لأنه في دراسة مالية بده تتنفذ، بعد منا بنعمل زيارة على الموقع حتى نعرف الموقع حقيقة هل يا ترى عم بيقوم بهالأشياء اللي عم بيعرضها، بنرجع ناخذ القرار بالنادي بالتنفيذ لهالمشروع بمتابعته. تنفيذ المشروع بياخذ معنا اوقات 6 شهور ل7 شهور حتى نقدر نجيب له التمويل ويكون بين اتصالات وتأمين المال اللازم. كمان من ابرز المشاريع اللي اشتغلتوا عليها مشروع يمكن هيك عم بيشمل تدريجيا المدارس اللبنانيه، اذا ما نحكي اكثر عنه المدارس الرسميه اللبنانيه. صح. كمان بالاخص ابتدانا المشروع اساسا بمدينه صيدا بدعم من السيدة الحريري، وهالمشروع ابتدأ بمدرسة انه ركب لها فلتر مي، من يومتها لليوم صار عاملين 55 مدرسة بلبنان،
اخدين على قرار على نفسنا قد ما فينا نمتد كل أندية لبنان. احنا في 24 نادي للروتري بلبنان موجودين بكل المناطق. ال 24 نادي اليوم اخدين هدف على نفسنا قد ما فينا نخدم المدارس الرسميه بهالموضوع. هون على سبيل المثال خبرونا احد المدراء المدارس انه كانوا التلاميذ يجوا على المدرسه جايبين معهم اناني المي، اليوم صاروا بيجيبوا الاناني الفاضي تياخذوا مي على البيت. هيدي شغله نحن بنفتخر فيها وبنكبر فيها بس تكون بهالطريقه. نعم. كيف بتنقوا المدرسه؟ حسب المنطقه، كل منطقه عم ماشيين جرد. صيدا عملت اوريدي بحوالي 40 مدرسه. ما في اختيار لاي سبب ولا اي شيء، بس نعرف مدرسه ونكون في اي اتصال معهم عم نبادر ونشتغل على هالموضوع. يعني فيهم هلا المدارس عم بيسمعونا او الادارات يتصلوا فيكم؟ يا ريت، يا اهلا وسهلا بالكل اللي بيساعدنا، بس ما يعطونا وقتنا يعني، لانه الشغله مش سهله، شغله مكلفه يعني فعليا. انه كل مدرسه عندها مبلغ بادجت بده يتكلف فيها، بس اكيد عم نمشي فيهم بقدر ما نقدر حتى نقدر نوصل على. وكمان في عمليه متابعه اكيد لكل التجهيزات يمكن اللي بتركبوها بالمدارس، مش انه بنركب هالجهاز هالفلتر وبننسى الموضوع. هي هيدي اهم شغله، اذا ما في متابعه لانه كله بيفشل بهالدوله وبهالمدارس. مشروع بيكون اكيد راح سدن يعني.